هذا واثمرت رؤيه مملكه البحرين في تبني تقنيات حديثه في الذكاء الاصطناعي الى تحسين جوده الحياه وسهوله الوصول لكافه الخدمات الحكوميه لكافه المواطنين والمقيمين. كما حققت مملكه البحرين جمله من الانجازات المشرفه في الفضاء الرقمي بكونها اتخذت خطوات مدروسه حول كيفيه استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقه في مختلف المجالات. ايمانا منها باهميه استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مختلف المجالات اطلقت مملكه البحرين العديد من المبادرات لدعم نمو الذكاء الاصطناعي من ضمنها مبادره الذكاء الاصطناعي من اجل البحرين والتي تهدف الى تسريع وتيره اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعين العام والخاص وتعزيز الابتكار في هذا المجال بالاضافه الى مشروع الذكاء الاصطناعي في مجال الرعايه الصحيه بهدف تحسين جوده الخدمات المقدمه للمرضى ومشروع الذكاء الاصطناعي في التعليم بهدف تحسين جوده التعليم وتوفير فرص تعليميه افضل للطلاب هذا ووفرت المملكه برامج للتدريب والتطوير في هذا المجال فقد اطلق صندوق العمل تمكين بالتعاون مع كليه بولتكنيك البحرين وشركه مايكروسوفت اكاديميه الذكاء الاصطناعي في كليه بولتكنيك البحرين والتي توفر للشباب منصه لتعزيز قدراتهم الابتكاريه والابداعيه كما تم اطلاق مسابقه خالد بن حمد للابتكار في الذكاء الاصطناعي بهدف تشجيع الطلبه على الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي واتاحه الفرصه لهم لعرض افكارهم الجديده هذا ويهدف نهج مملكه البحرين في الذكاء الاصطناعي الى تحقيق الفائده لجميع شرائح المجتمع بما في ذلك المواطنون والمقيمون والشركات والسائحون، بالاضافه الى تحقيق رؤيه 2030 والتي تهدف الى تحويل مملكه البحرين الى مركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا.